حاولنا باش نقدم أهم بعض أهم الكتب الجديدة قديمة وجديدة وأعمال كاملة زادة لبعض الأعلام التونسيين. تنظيم جيد جدا في ظل الصعوبات اللي يعانيها العالم الكل. والله يعني بشكل عام رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وغيرهم دول، إلا أن هذا التنظيم قد أتاح مشاركة جيدة ضمن ضوابط اجتماعية وضمن ضوابط صحية جيدة، بالإضافة إلى يعني هناك تنظيم أكثر وتشديد أكثر على الوقاية والحماية في هذه الدورة، حماية للمشاركين في المعرض وحماية أيضا للجمهور. طبعا مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للثقافة والآثار حريصة دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبتوجيهات معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار دائما احنا حريصين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالأخص في هذه الدورة الاستثنائية الدورة 52 مع جائحة كورونا ومع التنظيم الرائع للقائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال هذا العام. المؤسسة الثقافية ديت انشأت عام 1992 في أثينا، الهدف منها تسليط الضوء على الثقافة واللغة اليونانية. في الناس اللي بتدرس يوناني في الجامعات وكده فبيجوا في هنا الحاجات اللي المترجمة موجودة في المركز القومي للترجمة اللي من اليوناني للعربي، فدي حاجة كويسة جدا يعني. احنا دي المشاركة الخامسة لنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يتميز الجناح الرشري بالكتب المعروضة هنا، وبالإضافة إلى المعلومات بخصوص بحكم أنه الناس ما بتعرفش عن دولة إريتريا، فنحن بنحاول نعرف عن الدولة، تاريخها وموقعها وثقافتها وقوميتها وكل حاجة. طبعا هذه المشاركة الآن بالنسبة لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية وحضور السيدة وزيرة الثقافة كان لهذه الدورة الحقيقة ميزة، أن المشاركة الليبية الآن جاءت بعد فترة من غياب ليبيا عن المعرض خلال السنوات السابقة. أيضا هذه المشاركة تميزت بإصدارات كثيرة من الكتب وخاصة لأصوات شابة جديدة في كل المجالات، سواء القصة سواء التاريخ سواء الرواية سواء الشعر.